أنا ما رشحت حالي لمجلس الشعب لسبب أنه أخي الأكبر مني عمار الأسد مرشح حاله، فلهيك أنا ما يعني احتراما لأخي الأكبر مني ما رشحت حالي. بس اليوم بغض النظر اللي بده يساعد الناس أو يوقف مع البلد ومع الوطن لا بده منصب ولا بده مجلس. مساعدة اليوم، المساعدة للناس اليوم ما بده مجلس، بده أخلاق، بده وطنية، بده يعني اليوم بسوريا كل مواطن شريف هو مسؤول، مو ضروري الوزير هو لازم يكون مسؤول، كلياتنا مسؤولين عن حماية البلد وعن حماية الوطن وعن أعماره وعن نخترع أفكار، نخترع يعني نخترع أي شيء ليحسن اليوم الوضع. فأنا إذا اليوم بدي أفكر بتحسين الوضع التجاري أو الاقتصادي أو الخدمي أو إلى آخره، ما ضروري يكون وزير ولا ضروري يكون عضو مجلس الشعب. فاليوم أنا اليوم المعارضة قالت هذيك المرة أنه ما عندي صفة رسمية، ما في صفة رسمية لوسيم الأسد، أنه عم بيحاول يفتح تجارة. أنا يومت اللي بدي أدعم الصادرات السورية أنا عم أدعم أهلي، عم أدعم بلدي، عم أدعم وطن، عم أدعم شو فيني أنا أقدم، كل واحد حسب وين رايح، شو 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 شو. مرت البلد بحرب، حملنا سلاح ودافعنا وقاتلنا، اليوم الوضع صار اقتصادي، فاليوم نحن جنود اقتصاد، جنود خدمات، جنود تطوير، جنود اعمار. مرحلة التحرير تقريبا هي شبه خالصة، بس اليوم الاقتصاد، اليوم نمشي على الاقتصاد، نشوف وضع السياحة، نشجع، نحاول نشجع، ضروري يكون وزير سياحة لحتى أنا أدعي الناس من برا تجي تشوف مثلا الساحل السوري أو تجي على الجبال السورية والمنتجعات اللي عنا الموجودة. ضروري يكون وزير؟ لا ما ضروري يكون وزير. ضروري يكون إلي مصلحة؟ لا ما ضروري يكون إلي مصلحة. أنا إلي مصلحة يوم البلد بتصير بخير، فأنا تلقائيا أوتوماتيك صرت بخير. فبرجع بقلكم أنا ما رشحت حالي لمجلس الشعب لأنه أخي الأكبر مني احتراما لإله ما رشحت حالي، وهذا الشيء مفتوح لجميع الشعب السوري مو بس لإلي أو لغيري، وما نحكر لحدا. بس برجع أقول مساعدة الناس اليوم أو الوقوف مع أمور خدمات أو غير خدمات أو إنسانية أو غير إنسانية ما بدها مجلس ولا بدها وزارة ولا بدها حقيبة، بدها أخلاق وعقيدة بالوطن وبإصلاح الوطن. وأنا هاي نظريتي، ما بعرف إذا حدا له نظرية تانية، بس اليوم الوقوف مع الوطن، اليوم كلياتنا مسؤولين من الطفل للختيار، كلياتنا بردة مسؤول، بس كل واحد مسؤول بقى، هذا اللي له صلاحيات هذا اللي ما له صلاحيات. فكلياتنا فينا نقدم فكرة، فينا نعمل تجارة، فينا نقوي اقتصاد، فينا نقوي زراعة، فينا نقوي فينا نحسن الخدمات، فينا نساعد بإعادة الأعمار. هذا الموضوع كل الشعب السوري الشريف طبعا معني فيه، والكل يحاسب المواطن مثل ما يحاسب الوزير.
إذا اليوم كلياتنا اعتبرنا حالنا مسؤولين البلد بتصير بخير وكلياتنا بنكون ناجحين وبتنجح البلد إذا الله راد. فبرجع أقول هذا الشيء ما بده لا حقيبة ولا وزارة ولا مجلس، بده أخلاق ووفاء وشرف. وشكرا لكم، تحياتي.